صغير رفعت الراية البيضاء وانطلقت الآن الأفراز في شوطها الأول على جائزة فيروز العبد العزيز يرحمه الله من هذا الرياض وحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وتراه. هذا الشوط لأفراس الإنتاج السعودي عمر الأربع سنوات فأكثر الجيادة والأفراس التي لم تكسب. ويقام هذا الشوط على مسافة 1800 متر قيمة الجائزة 18,000 ريال. وفي صدارة هذا الشوط في المركز الأول دلال الحجاز المركز الأول للبان من الخارج ودلال الحجاز في المركز الثاني تتقدم للمركز الأول ومناوبة على أخذ الصدارة ما بين دلال الحجاز وأيضا البان في هذا الشوط. أيضا تظهر راهبة من الخارج وأيضا محاولات من أناهيد في هذه الأثناء وأيضا من الخارج جوهرة ريم والصدارة للبان في هذه الأثناء ومحاولات أيضا راهبة في المركز الثاني والمركز الثالث لدلال الحجاز. الآن أشاهد محاولات للتقدم من قبل جوهرة ريم ورجوى الباري في هذه الأثناء بالإضافة إلى المرشح الأولى أصال مع اقتراب الأفراس من المنعطف الأخير. والصدارة لمن للبان في المركز الأول من الداخل أناهيد المركز الثاني وجوهرة ريم المركز الثالث أصال محاولات اختراق الآن وأيضا رجوى الباري والطريق المستقيم وتنافس قوي. يشاهد أيضا دخول الصمود في هذه الأثناء والصدارة لأصال أصال المرشح الأولى في المركز الأول تتقدم الآن وتحاول أن تبتعد عن بقية الأفراس. رجوى الباري تتقدم أيضا في المركز الثاني وأصال المركز الأول. إذن أصال تصل إلى خط النهاية معنا تفوزها بالمركز الأول في الشوط الأول. ألف مبروك.